موجز لأهم الأخبار الرياضية مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. بداية، قرر ناخب الوطن جمال بالماضي استقبال مباريات المنتخب الوطني الجزائري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. وكشف مدير المركب الرياضي بأن إدارة الملعب تلقت مراسلة من الناخب الوطني جمال بالماضي من أجل استقبال منافسي الخضر بملعب مصطفى تشاكر بدءا من شهر مارس المقبل. كشفت وسائل إعلامية تركية أن اللاعب الدولي الجزائري جمال بالعمري مطلوب في الدوري التركي الممتاز، وأكدت ذات المصادر أن مدرب نادي غازي عنتاب طلب رسميا التعاقد مع بالعمري الذي انتقل إلى صفوف نادي ليون خلال الميركاتو الصيفي المنقضي. اختير الدوليان الجزائريان بغداد بونجاح وأيوب عزي في التشكيلة المثالية لجريدة استاد الدوحة للجولة 13 من دور نجوم قطر. وتواجد الجزائريان في التشكيلة المثالية بعد المستويات الرائعة التي قدمها ثنائي رفقة نواديهم في الدوري القطري. أبدى الدولي الجزائري ومدافع بوروسيا مونشنغلادباخ رامي بن سبعين سعادته الكبيرة لعودته للملاعب من خلال الفوز المحقق على بايرن ميونخ بثلاثية لهدفين من الجولة 15 من الدوري الألماني. ومن جانبه، أكد نادي بوروسيا مونشنغلادباخ عبر موقعه الرسمي أن بن سبعين كان من المفاتيح الأساسية لفوز الفريق في اللقاء رغم ابتعاده عن الميادين لمدة شهرين بسبب إصابته بفيروس كورونا. تحصل الدولي الجزائري ولاعب مونبوليي الفرنسي أوندي دولوغ على ميدالية الشرف المقدمة من بلدية سات الفرنسية نظير تألقه الكبير في الدوري الفرنسي. ونشر دولوغ صورة للتكريم الذي حظي به على حسابه الرسمي على تويتر شاكرا المدينة بأكملها على اللفتة الرائعة. يعود يوم الأحد دولي الجزائري ومهاجم نادي كالياري الإيطالي أدمو ناس إلى أجواء الملاعب من بوابة مباراة فيورنتينا لحساب الجولة 17 من الدوري الإيطالي. وكان أدمو ناس قد سجل عودته لتدريبات الجماعية بعد غيابه لقرابة شهر كامل بسبب معاناته من فيروس كورونا وإصابة عضلية تعرض لها الأسبوع الماضي. وفي خبر آخر، استبعد رئيس الفاف خير الدين زدشي عودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب في الموسم الجاري بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأكد زدشي بأن عودة الجمهور إلى الملاعب مستبعدة كليا، ودعا زدشي الأندية إلى مواصلة احترام البروتوكول الصحي المعتمد. محليا، سجل وفاق سطيف فوزا كبيرا على حساب جاره أهلي برج بوعريريج بخمسة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة السابعة من المحترف الأول. باقي النتائج جاءت على النحو التالي. نهاية الموجز. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني ظاهر أسفل الشاشة، كما يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية لجريدة زيرسبور. تحية لكم وإلى اللقاء. هل أتعبكم ألم الحلق واحتقان الأنف؟ لستم وحدكم، فلقد بدأ موسم الحساسية وزيادة الأتربة بالجو. كلنا معرضون لهذه الآلام المزعجة والتي تجعل كل شيء أصعب وتحرمنا من التنفس أو النوم بشكل طبيعي. حتى مجرد البلع أو الكلام يصبح صعبا ومؤذيا، ولكن هنالك حل. هل جربتم لوزتي؟ لوزتي يضمن لكم تخفيف آلام الحلق والاحتقان بشكل سريع خلال 30 ثانية فقط، حيث يعمل على ترطيب الحلق وتبريده لتسكين الألم ومنحكم راحة فورية تمكنكم من التنفس والبلع أو الكلام بشكل طبيعي.
ليس ذلك فحسب. لوزتي متوفر البركات المختلفة ومميزة كالزنجبيل والبرتقال والنعناع، بالإضافة إلى نكهة العسل والليمون. مع لوزتي 30 ثانية فقط تكفي. هذا المنتوج متواجد في كل الصيدليات.